دايما بيصلى بالقداس الغريغوري في الاعياد، عشان كده دايما للقداس الغريغوري تيمة مفرحه. فهذا اللحن اللي بيتكلم عن خطايانا في نهايته لما بنقول واغفر لنا خطايانا، رجع تاني للتيمة المبهجه اللي في القداس الغريغوري. ارجعي تاني يا مها. تشويس اك اك اف نا ان ايبو تعالوا نقول الجملة دي عشان نختم بجملة مبهجة. choice ak ekavna كمان مرة. choice ak ekavna كلنا مع بعض. معلش. choice ek ek of na an e bo وكأن فعلا في الآخر خطايانا فعلا بتغفر وبنصير أنقياء. بنشكركم على حضوركم وعلى تعبكم. بنشكر أتسابونا أن ادانا فرصة أن احنا نسبح معاكم ونفهم معاكم الألحان القبطية. وربنا يبارك في الخدمة ويبارك في هذا المؤتمر ويكون لي ثمر 30 و60 و100.